رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، وآخر لقائنا رح تكون مع دكتور نديم قرطاس، عميد شرف في كلية الطب بالجامعة الأمريكية ورئيس مجلس أمناء المدرسة الأهلية. دكتور نديم أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. بالمتأهلي. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. بدنا نحكي عن معرض نهار الجمعه، رح يصير ب 24 شهر باقي ل 24 مارس. ليه هالمعرض؟ لأربعة مارس. لأربعة مارس عفوا، ليه هالمعرض؟ حيثياته، اتجاهاته، اهميته، وكمان ما بدنا ننسى مئويه المدرسه الاهليه. اهميه هالمعرض انه رح يفرجينا اعمال خمس فنانين لبنانيين اللي وصلت شهرتهم بالعالم كله، ومنتوجهم معروض بمتاحف العالم، إن كان بالولايات المتحدة، بأوروبا، أو حتى في منهم باليابان. نعم. فهن مثل سفراء فن للبنان بهالعالم، وشهرتهم معروفة. الفنانين هم سلوى روضة شقير، إتل عدنان، عفاف زرعيق، أيمن بعلبكي، وسعيد بعلبكي. ونحن جايبين هالخمسة مش لأن نوع فنهم شبيه ببعض، ولكن لأنهم كلهم درسوا وتخرجوا من المدرسة الأهلية عبر قرن. فالكبيرة منهم توفت من شي شهر، عمرها 100 سنة، كانت 101، خلقت مع المدرسة الأهلية. والصغير منهم عمره 39 سنة، تخرج بأواخر التسعينات. فإنتاجية المدرسة بالفن كانت عبر حياتها، مش ببرها وحدة من فترة وحدة من فترات تاريخها. نعم، يعني هالأشخاص عم بيجسدوا عطاء هالمدرسة خلال 100 سنة. وفعلا انه مش قدروا بس يتميزوا بلبنان، قدروا كمان يتميزوا بالخارج. واعمالهم بتخبر عنهم. هيدا المعرض شو اللي بيميزه عن غيره دكتور؟ بس انه جايب هالخمس فنانين بوقت واحد. نعم. ليفرجوا نعرض اعمالهم. هلا نحن بالنسبه للمئوية المدرسة، هي بدت بأول سنة دراسية وماشي على سنة بعدة نشاطات. أول نشاط كان تمثيلية مثلتها الممثلة العالمية فانيسا ريدغريف، وكانت عن أحداث هالمنطقة من 100 سنة لهلا، اقتبستها من كتاب اسمه دنيا أحببتها، كتبته مديرة المدرسة السابقة الله يرحمها ودات قرطاس. وهيدي هالتمثيليه جذبت 1500 مشاهد يعني، ومؤكد كان لها وقع كبير. وصار عده نشاطات ثانيه يعني لتعليم العربي وتعليم العلوم بالاشتراك مع الجامعه الامريكيه. وهلا عندنا هالمعرض. نعم. نحن بلشنا دكتور عم نشوف الصور، يا ريت بنحكي عنهم كل صوره هيك بنعطي لمحه عنها. هيدي صوره سلوى روضة شقير اللي الله اعطاها عمر طويل، يلي توفت قلت لي من توفت من شيء تقريبا شهر. وهيدي وحده من اعمالها. نعم. فاعمال هالفنانه كانت أعمال تجريدية. أها. إيه. وأكتريته بالنحت بالنحت بمواد متعددة. نعم. وكل منحوتة فيها تنحط بعدة فورمات، بعدة مفاهيم. إيه. واشتهرت كثير بعد عرضها 160 عمل من أعمالها بالتيت جاليري بالمودرن تيت بانجلترا. نعم. وبعدين صارت اعمالها وين ما كان. هيدي الفنانه الثانيه هي إتل عدنان. إتل عدنان هي مش بس فنانه رسم و
ولكنها شاعرة وكاتبة، شاعرة وكتبها بيتعلموا بالجامعات الأمريكية بالولايات المتحدة. رسم وشعر وكتابة. أي رسم وشعر وكتابة، وهذه بعض إنتاجها الرسمي. وهلأ هي سكنت بكاليفورنيا لمدة طويلة. نعم. وبعدين هلأ هي بباريس. وكمان أخذت أوسمة كبيرة. اللي بيزور المعرض، اللي بيزور رح يطلع له كتيب اللي فيه كل هالمعلومات وكل هالرسمات. التال عدنان علمت بالمدرسة الأهلية. وسلوى شقير درست وتخرجت من المدرسة الأهلية. سلوى شقير بالطور الأول كانت المديرة ماري كساب، التال عدنان بالطور الثاني كانت وداد أرطاق المديرة. الصورة اللي قبل هاي هلأ نحن عم نشوف هالصورة أو الأبلة؟ قبلك الأبلة، هيدي الأبلة. هيدي الأبلة، هيدي صورة من صور أيمن بعلبكي. أيمن بعلبكي بفنه جرب يفرجي الحوادث اللي صارت خلال الحرب من 76 لل 95. نعم. هيدي مثلا مثل ديك على بؤج ناس عم تتنقل من منطقة لمنطقة. في فرجة ما بعرف انه تبين صور ابني مهمة كانت اللي تدمرت والى اخره، ليجرب يعطينا ذكرى الحرب يبقيها للناس حتى تجرب ما تعيدها. يعني ينقل صورة الحرب اللي كانت بطريقة انه الناس ما تعيدها، انه بتشوف يعني ويلاتها. إيه يعني في كثير عنده كمان يعني صور اقوى يعني، بس هيدي وحده من الصور تبعه. نعم. إيه. هيدي الصوره رجعتنا لاول المئويه، صوره فانيسا ريدغريف باخر باخر الاحتفال عم بيسلمها ولد صغير زهور والناس عم تزقف. هيدا الاحتفال كان مثل ما قلت سرد هالحوادث مع موسيقى، مع جوقة موسيقى مهمة. وهالجوقة الموسيقى كانت لأن المدرسة الأهلية من الثلاثينات أدخلت الموسيقى بالكبير على البرنامج. وهي كانت المدرسة الأهلية مديرتها مع أليكسي بطرس اللي أسس الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة اللي هي القلبة. نعم. بالوقت الحاضر بالبلمند، بس كانت وقتها مستقلة. وبديت بالمدرسة الأهلية. بسرد الأحداث وصلت لوقت الجوقة الموسيقية تبع القلبة اللي كانوا بنات الأهلية غنوا فيها، اللي تأسيسها. فالتمثيلية فرجت هالفترة، وكان في لاعبين عالميين لعبوا بهالتمثيلية. نعم. بعد عنا هيدي آخر صورة. هيدي الصورة هي الدعوة للمعرض. فيها أسامي العارضين بهالصور، وفيها تحت التاريخ مؤكد وموقع المعرض. والدعوة أكيد عامة للجميع، والدعوة عامة للجميع، ومنتأمل الناس تجي يعني تحضر من الساعة 5 لـ 8:30 كل يوم بهذا الفترة بين 24 و4 أدار. أهمية المعارض دكتور على الصعيد الوطني، يعني قديه مهم أنه فعلا يضل في هالحركة، حركة المعارض يلي هي بتنمي الفكر، بتنمي الذاكرة، بتنمي الخيال. قديه مهم أنه يضل في معارض تحاكي الذاكرة. والسؤال الثاني، قديه جيلنا الحالي بيهتم بهيك نوع من المعارض؟ ما في شك أنه يعني صار في اهتمام أكثر للفن بالعشرين سنة الأخيرة بلبنان بكل أنواعه. وهالمعارض هي تذكر الناس بأمور يمكن نسيتها الذاكرة الإنسانية. هلا الواحد إذا ترك لحاله
بننسى انه صار حرب، بننسى انه صار ويل، ننسى انه الناس تبهدلت، ننسى انه نحن هون لان صار في امور اللي كانت كثير فظيعه ومؤلمه وعم بتصير بعد حولنا، يعني مش انه صارت قبلنا وعم نرجع نعيدها، يعني 100 سنه وهلا تقريبا وضع المنطقه عم يكرر نفسه. ف يعني بنتامل انه هالامور ترجع تحيي الذاكره على طول وتخلي الناس تتذكر اكثر بوديا. لان يمكن جيلنا نحن كان ناسي انه من 100 سنه صار هيك، بس الحوادث رجعت ذكرتنا. فبنتامل انه هذه الامور. وانا بحب اقول انه المدرسه مش بس اعطت بمجال الفن الرسمي والنحتي، بس مثلا حركه التمثيل الدراما مثلا نضال اشقر كانت من خريجي المدرسه كمان. وكمان بالكتالوج تبع هالمعرض بتحط تفكيره مثل ما قتل عدنان بتحط تفكيره وسلوى شقير والبعلبكيين على شو كان تاثير المدرسه عليهم. من الناحية العلمية يعني العميدتين الستات بالجامعة الأمريكية لا مؤخرا يعني كانوا من 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 خريجات الوحيدتين، يعني كانوا من خريجات المدرسة الأهلية ووحدة من عميدات الطلاب. اوكي، و واحدة منهم هلا بعدها عميدة، واحدة الدكتورة زريق خلصت من قبل، ومن أوائل الوزراء النسوان بالعالم العربي ليلى شرف بالأردن. نعم، درست وتخرجت من الأهلية، يمكن هي الأولى أو الثانية بالعالم العربي. ف الاهتمام بالإنسان بالشخص هو من تاريخ هالمدرسة. وحتى وقت أخذت الاعتماد من الكونسل اوف انترناشونال سكولز الاوروبي ونيو انجلاند اسوسيشن اوف سكولز اند كوليدجز الامريكان، يعني هذه اعلى مؤسستين للمدارس والجامعات. نعم. يعني مثلا الايو اخذ من النيو انجلاند اسوسيشن، والاهليه هي ثاني مدرسه بعد الاي سي عندها هالاكريديتيشنز من هالمؤسستين. يعني بدي اقول انه وقت اجوا يدرسوا المدرسه لقوا هالروحيه وهالاهتمام بالشخص اللي عم بتخليه يفجر مواهب دفينة. دكتور، كيف شايف الجيل الحالي؟ يعني الجيل السابق كان يهتم بالرسم ويهتم بهالفن، فن قائم بحد ذاته. قد ايه الجيل الحالي بهمه انه يروح على معرض، يتفرج، يقتني لوحه؟ قد ايه بتحس في عنده هالاهتمام؟ انا بالعكس بعتقد انه في اهتمام. في اهتمام عم بيزداد. يعني انا وقت تشوف على برامج الرسم مثلا بالمدرسة عفوا اللي إتيل عدنان هي اللي تبرعت ل تعمل البرنامج. نعم. اي وقت تطلع بحس انه في نشاط طلابي مهم هلا اللي مش بس بحب الرسم وعم ينتج اشياء حلوه. هلا لسوء الحظ شراء واقتناء الرسم مثل كل شيء بهالعالم عم بصير كثير غالي لبعض الفئات. نعم. كل شيء يعني كان بمتناول الناس بالماضي صار بمتناول الناس اقل بوقتنا الحالي، ولكن في اهتمام للرسم. وان شاء الله بنتامل انه نشوف بهالمعرض قد ايه ناس رح نشجع الطلاب يجوا، ورح نعم. نعزم المدارس الثانيه لتجي ولنشوف قد ايه بيجوا. هذا المعرض بمناسبة المئوية، هل ممكن نشوف كل سنة معرض معين؟ إن شاء الله. يعني هيدا من أقصى تفكيرنا إنه ما يكون عمل بس خلال فترة محددة وبعدين ننساه.
ونحن موعودين من الناس بالفن انه رح يعطونا صور واعمال فنيه لنا لعرضها للطلاب ولطلاب مدارس تاني على فترة معينة يعني باستمرار مش بس هالسنة مش بس بالمناسبة لا لا قوي. لا دكتور قلت شغلي بدي ارجع علق عليها واحكيك فيها هو الاهتمام بالإنسان الاهتمام بالشخص داخل حرم الجامعة قد ايه مهم لأنه المدرسة عفوا المدرسة لأنه لما المدرسة هالقد بتهتم بالطالب بتخليه يفجر أمور داخلية يمكن هو عنده إياها بس ما انعطاله فرصة أنه يفجرها. مظبوط. هيدي النقطة بالتحديد قد ايه مهمة وقد ايه بتخلق على المدى البعيد مبدعين. مظبوط. خصوصا أنه البرنامج الوطني تبعنا وحتى بيعطيكي مجال يعني فيك تستعمليه وفيك ما تستعمليه. نعم. فيك توكدي بس على المعلومات وتنجحي بالفحص ما حدا صحيح بس فيكي تغني البرنامج بشكل انه يدعم هالطالب ومعك مجال منيح مش انه البرنامج اللبناني كامشك في مجال انه الواحد في مجال انه هذا فاعطاء الانسان هالدعم وخاصه بتشجيعه بتطوير اللي هو منيح فيه مهاراته الخاصة هو اللي عم بيساعد هالناس اللي أكيد فجروا طاقتهم. نحن بنرجع نذكرهم بالمعرض يا أصدقائنا المشاهدين نهار الجمعة من 24 شهر ل 4 شهر الجاي إذا الله راد بالمدرسة. أنا بدي أشكر حضورك دكتور نديم قرطاس عميد شرف في كلية الطب بالجامعة الأمريكية ورئيس مجلس أمناء المدرسة الأهلية. شكرا لوجودك معنا وإلى المزيد من النشاطات. والف شكر يا ست سحر والله يعطيكم العافية. مرسي شكرا. أصدقائنا المشاهدين نحن بننتقل لاستراحة صغيرة وبنرجع معكم.